رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. ضمن أجواء شهر رمضان المبارك الذي تعيشه مدينة السلمية بريف حماة بكل تفاصيله، تشهد الأسواق إقبالا من قبل الأهالي لشراء حاجيتهم من الأطعمة والفواكه والحلويات والعصائر الرمضانية التي تزين موائد الأفطار في هذا الشهر الكريم. شهر رمضان مثل ما معروف هو شهر الخير والبركة وشهر التسامح. الناس عم نازلة باتجاه الأسواق، عم تتسوق وعم تاخد كل حاجياتها وأمورها مشان الأعداد للأفطار، والأجواء كتير حلوة. يعني شهر رمضان هو شهر الخير، بتحس أنه التكامل الناس مع بعضها، القعدات، اللمات الحلوة، يعني شيء حلو بحسسنا هيك شوي انه ساعتنا ايد وحدة، ساعتنا بخير. متلاقينا منحضر الافطار سوا، منجهز لسفر رمضان مشان تلتم العيلة وبتكون الجمعة حلوة واحلى برمضان. شهر كريم وفضيل وكرم كل شيء، وكيس لما العائلة، الاصحاب، اقرباء، وشهر تسامح ومحبة كل شيء حلو. شهر رمضان الذي يعتبر شهر البركة وتسود فيه مظاهر الخير والعطاء بكل أحياء المدينة وشوارعها، يجتمع فيه الأهالي وأفراد العائلة كل يوم ليمارسوا الطقوس الرمضانية الجميلة مع موعد الإفطار. من قلب مدينة السلمية للأخباريات السورية، محي الدين فهد.